يا رب كلكم تكونوا بامان. النهارده رحت البحر الصبح وقلت ليه ما اعرفوش في ايه موجود عندي في شنطه البحر. دي اوكي. انا حابه اقول لكم ايه اللي موجود عندي في الشنطه بتاعتي. طبعا مش هقول لكم ان دي الحاجات اللي لازم تكون موجوده في شنطتكم، بس دي الحاجات اللي انا بشيلها في شنطتي تقريبا. بصراحه يعني النهارده لما رحت البحر كده حطيت بس الفوطه بتاعتي والواتر بوتل بتاعتي وكده، بس ما دققتش قوي في ايه جوه. مشيت يعني عملت كده استكشاف بسيط على الحاجات اللي موجوده جوه، بس يعني ما دققتش قوي في الحاجات. فيعني انا خايفه يطلع مفاجآت الصراحه. على العموم خلينا نبتدي واوريكم في ايه موجود. بس ما تنسوش تعملوا سبسكرايب لايك وشير لو عجبكم الفيديو بتاعي. وانا لاحظت ان في 79% فيوز بتجيلي، بس راسين تقريبا بيدوسوا على الزرار الاحمر اللي هنا او هنا. سو ما تنسوش تدوسوا عليه لو عجبكم المحتوى بتاعي او الفيديوهات اللي انا بعملها، عشان ده يشجعني اني اكمل. اوكي يلا ندخل بالموضوع. طبعا كلنا بنشيل فوطه، دي الفوطه بتاعتي لونها بينك. انا بموت في اللون البينك، بحب لون بينك جدا، بس ما عنديش هدوم كتيره لونها بينك، معرفش ليه. بس I have to work on it. لازم اظبط الموضوع ده. بحب اشيل معايا الواتر بوتل الكيوب دي عشان بتحافظ على الحراره وبتحافظ على البروده في نفس الوقت، بس انا ما حطيتش فيها اي حاجه سخنه لغايه دلوقتي، حطيت فيها بس ميه وبتفضل ساقعه. سو دي احسن حاجه تاخدوها معاكم البحر عشان تحافظوا على برودة المية، لأن الدنيا بجد حر. ودي أنا جبتها من شين ده إدمان بالنسبة لي دلوقتي، بعد اللي حصل الفيروس والقعدة في البيت وكده، فشين بقى صديقي المقرب، على طول قاعدة على شين بتفرج. أوكي، ولو عايزة أشيل حاجة سخنة بشيلها في الكوباية اللطيفة دي ولونها بينك برضه. دي برضو انا جبتها من شين، شكلها كيوت قوي ومن جوه ستانلس، بتحافظ برضو على حراره المشروبات دي. انا بشرب فيها مثلا قهوه، شاي اخضر كده يعني. بس يعني بحبس ان انا ايه، لو الصبح وانا رايحه البحر بشرب منها، بس بصراحه مش بنزلها معايا قوي البحر، دايما بتبقى حر فببقى عايزه حاجه ساقعه على طول. نيكست عندنا كتابي. الكتاب ده انا قريته مره ودي تاني مره، فعندي كتب كتيرة قوي، بس بحب دايما اخد كتاب معايا على البحر عشان اقرا، بالذات انا خصوصا بروح البحر لوحدي ساعات، او معظم الاوقات بروح البحر لوحدي، فباخد كتاب معايا عشان اقرا في هذا الكتاب. اوكي ايه تاني؟ سبيكرز. بصوا السبيكرز دي كبيرة عليا جدا، عايزة واحدة صغنونة كده تبقى لونها بينك برضه. بس دي سبيكرز بتاعت كيكو زوجي، بس انا يعني استولت عليها دلوقتي، بحب احطها جوه البوكس بتاعتها عشان متوسخش، وافتح الميوزك اللي انا عايزه اسمعها واستمتع. وانا بحب احافظ على الحاجات اللي هي الكترونكس كده، ف ياي دي. بس هجيب لي واحده صغيره، انا بتقل الشنطه قوي، فانا هجيب لي واحده صغيره كده اللي هم الجيلي ال الصغنطتين دول، مش عايزه اكتر من كده يعني. اوكي سرونج، ده سكارف بلفه حوالين وسطي او هنا كده واحنا لابسين المايو بتاعنا، بيبقى شكله لذيذ. وحافظ الموبايل ده لونه بينك برضه. يا ريت الشنطه كانت لونها بينك، بس انا بحب الباسكتس قوي قوي قوي، حتى في المدرسه انا صغيره كانوا يقولوا لي باسكت جيرل، معرفش ليه، كنت دايما بشيل معايا سلمى كده. بحب قوي السلل جدا جدا، اسمهم ايه؟ سلل او سلات؟ مش عارفه، بس انا بحبهم قوي. دي جبتها من موموسو، بحب قوي، انا هقول بحب كتير في الفيديو ده، بحب حاجات الجابانيز جدا، موموسو، دايسو، المفروض اني اروح اعيش في اليابان. يس. اوكي. تيشوز برضه جبته من موموسو، عليه قطة. مش عارفة إذا أنتوا شايفين، بس يس بحب أشيل الحاجات دي برضه. بيصعب عليا بصراحة إن أنا آخدهم على طول معايا عشان شكلهم كيوت، ببقى مش عايزة أخلصهم.
بكبر كل ما بحب الحاجات دي اكتر. انا من صغري انا بحب الحاجات الكيوت جدا. فيعني عندي 34 سنه دلوقتي بس بموت في الحاجات اللي كده صورت توتال حلوه. بص 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 قد ايه ده كيوت. سو كيوت. اتس ا يونيكورن. انا بتحول وانس ان اشوف حاجه صوتي بيتحول. انا بتحول. اوكي ده التشارج بتاع الموبايل المفروض ان هو بيشحن. هو بيشحن ما اقدرش يعني اظلمه ولكن بيشحن قد كده قد كده. فانا اللي هو واخداه عشان يعني يا دوبك يساعدني قد كده صغنطين قوي يعني. فبس شكله حلو قوي بحبه وتقيل تقيل بس يعني انا هجيب واحد تاني بس لازم يبقى شكله كيوت برضه. اوكي ايه تاني عندنا في الشنطه العجيبه دي؟ الشنطه الكتيره دي طبعا زيت الكوكونات اويل. ده ما اقدرش استغنى عنه في البحر لانه بحطه قبل ما انزل من البيت عشان يحمي بجد. لو مش عايزين جسمكم يتحرق من فوق او تحسوا انه يعني تاخدوا لون بس في نفس الوقت ما تحسوش بالوجع على الشولدرز وعلى اي حته في جسمكم ده رائع بجد بيحمي قوي قوي وفي نفس الوقت بيديكي لون حلو. طبعا انا بروح البحر ما فيش امل يعني برجع طماطم فمش مشكله ولكن هو فعلا بيدي لون حلو قوي. وفي نفس الوقت لو انت بتحبي تستخدمي زيت تاني لايك كاروت اللي هو الاورنج بوكس ده الكبير او الجولدن منه او اي حاجه من الحاجات دي حطي من الكوكونت اويل الجزء زيت جوز الهند ده شويه على الاماكن اللي هي ممكن تبقى بتحرق ومش هيحرقك خالص. يعني تحطي الزيت بتاعك الاول وتحطي ده او تحطي ده وتحطي الزيت اتس فاين بس بجد ما بيحرقش خالص. فده اي لاف ات دايما بستخدمه فبحطه قبل ما بنزل من البيت عشان اسهل على نفسي. وبعدين بحط كمان باتش لو هنزل الميه وارجع تاني فبحط كمان شويه وبس مش محتاجة أكثر من كده. Next الآيباد القديم ده اللي عندهم آيباد أبل أو اللي بيحبوا أبل هيعرفوا قد إيه ده قديم مفهوش بلوتوث حتى واتكسر شوية. هو اتشقق شوية لأن أنا نسيته في العربية الشمس راحت. فلو أي حد بياخد الحاجات دي معاه في العربية I don't think إنه ياخدها في الأوقات دي لأن الشمس بجد حامي أوي. So ده حبيبي من زمان. اوكي لو انا خارجه بعد البحر بحب اخد معايا الاكسسوري بوكس دي احط فيها الاكسسوريز بتاعتي. انا ما بحبش البس اكسسوريز على البحر يعني يا دوبك ممكن البس حلق صغير قوي ذهب عشان ما يعملش اللون بتاعه اللون بتاعه ما يتغيرش. لو كان اكسسوري عادي بحب البس اللي هم الذهب دول عشان اللون يفضل موجود وبس. لو نسيت ولابسه سلسله مش مشكله بس يعني ما بحبش اخد معايا اكسسوارز جوه البحر اكون لابسه خواتم وحاجات كده I don't like it. فلو خارجه بعد البحر احط الاكسسوارز بتاعتي هنا وبعدين بروح احطها في العربيه yeah. عشان يبقى امان يعني هو امان بس انت تبقي مرتاحه من جوه فاحسن انك تحطيه جوه العربيه. ايه رايكم في الطاقيه بتاعتي دي؟ شوفوا اديني اديتكم افكار اهو شوفوا هتقعي عليا وبعدين تروحي حاطه الورده and there you go. I'm sure many girls يعني بنات كتير عملوا الحركه دي بس انا عجبتني قوي كده لقيتها انا مش ماشيه معناها اللي انا لابسه فقلت ما احطش ورد وديني حطيت ورد. هذا الشيء الكيوت اللي مش عارفه بيعمل ايه في الشنطه بتاعتي مش عارفه بيعمل ايه في الشنطه بتاعتي يا جماعه. ده جبته من شين. لو اتفرجتوا على الفيديو بتاعي بتاع ترتيب الهدوم والكلوزت تور اللي انا عاملاه فانا ذكرت هذا الشيء العجيب الجميل اللطيف. على فكره عايزه اقول لكم انا عندي شنطه اسمها emergency bag دي بحطها عندي في العربيه. لو مهتمين تعرفوا في ايه جواها سيبولي تحت لانه بجد الحاجات اللي جواها قديمه قوي وفي نفس الوقت يعني انا شايل منها دلوقتي. فانا اللي بقول لك كده لاني عندي زي دي بس قد كده قد كده فيها خيوط وفيها مقص وفيها ابر وفيها كل حاجه and it's so small and cute. فانا بتحول زي مش عارفه قلت لكم ان انا صوتي بيتحول وانا بتحول اول ما يجي اي حاجه كيوت. سو انا مش عارفه انا واخده دي معايا ليه خيوط ومقص انا مش فاهمه دي بتعمل معايا ايه يعني بس اهي جوه وخلاص. I will remove it عشان اعمل هنا ممكن احطها يعني ما تقبليش يعني ما يوم تاعي كنت اتعرف على حاجة.
اوكي بلاستيك باك عشان نحط فيه الحاجات المبلوله وواحده كمان بيبقى موجود عشان نحط فيه البقايا بتاعت الاكل بتاعتنا عشان ما نوسخش البحر ونخلي الدنيا نظيفه بعد ما نروح هنشيل حاجتنا كده ونرميها في الزباله ونبقى كويسين ونضاف وحلوين مروحه اللي مستحيل تعمل اي حاجه في الحر اللي احنا فيه ده يعني النهارده الحراره يعني انا رايحه الساعه 9 النهارده الحراره يمكن 43 وده تقريبا قليل يعني يعني ده كان بجد حر جدا 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 الرمله بتحرق قوي عماله اهوي مفيش امل بس يعني اهي موجوده يعني تساعد شويه سو يا دي كانت قصه الحراره بتاعت البحر ايه تاني عندنا هنا بشيل كيس الفلوس طبعا عندي محفظه وكل حاجه بس يعني ايه بشيل ده لما بكون مثلا رايحه في حته هبهدل او حته ايدي هتبقى مبلوله او رايحه السوبر ماركت فبستخدم دي زي ما قلت لكم لو اتفرجتوا على باي ذا واي لو اتفرجتوا على فيديو الكورونا او فيديو بتاع الكلوزت تور انا هعمل لكم اللينكس تحت اتفرجوا عليهم وقولوا لي ايه رايكم فده بحب احط فيه فلوس وانا رايحه السوبر ماركت بعد ما ارجع بروح بصوت الكمبيوتر بعد ما ارجع بروح احطها في السفره سو يا بعدين بسيبه في العربيه الكيس ده مش باخده معايا باخد معايا فلوس قليله معايا جوه البحر وبعدين خلاص بسيب ده خلاص الصوت ده مش هيمشي ايه تاني اوكي بحب اخد الشنط اللي زي دي عشان بتبقى اسهل في التنظيف ولو باظت مش هتستعجلي عليها قوي بصراحه فانا بحبش اخد حاجه فانسي قوي معايا البحر عشان التراب والميه وكل الكلام ده والحر ولا لا لا سو بحب اخد الحاجات دي اتس ايزي باظت منك خلاص جت انذر وان بس يعني دي مش هتضايقي لما تبوظ منك طيب في ايه جوه الحاجه الحلوه دي؟ بحب الصوت ده قوي تتفرجوا على فيديوز الـ ASMR انا الفيديوز الـ ASMR دي يعني بالنسبه لي the most relaxing videos بس مش الناس اللي بتاكل قوي الناس اللي بتاكل دي لما بكون جعانه بحب اتفرج عليهم بس مش اي حد برضه دلوقتي بداوا يعملوا اصوات بالميك اب اصوات بالميك اب براشز بداوا يعملوا تطوروا اكتر وبداوا يعملوا اصوات اللي هم بيكشفوا عليكم يعني اللي هي تيجي وتقرب من الكاميرا وتروح عامله بالبرش كده وتروح اللي هي هتقيس لك الحراره It's so weird يعني بحب اتفرج عليهم اشوف ما وصلوا لغايه فين بالموضوع ده ف يا يعني حتى كده مش عارفه بيفكروا ازاي او بيجيبوا الحاجات دي ازاي اللي هم بتقعد تعمل لك سبا وتعمل اكنها هي بتعمل لك انت يعني حتى في واحده سوري انا بتكلم كتير عن الموضوع ده بس بجد غريب يعني بتعمل المفروض ان هي تعمل لك مايكرو بليدنج في حواجبك سو اللي هي بتقرب بتشوف لك بتقرب الكاميرا بتشوف بتشوف لك حواجبك بتقول لك اه انت حواجبك محتاجه كذا يلا نبتدي نعمل لك مايكرو بليدنج اول حاجه هقص لك الشعر مش عارفه ايه وصوت بقى المقص وصوت البكر اللي هي بتاعت الملقاط والكلام ده مش ممكن مش ممكن يعني they're being so creative في الموضوع ده بجد اوكي نيكست عندي الرش بتاع سيت يا رب تكونوا شايفين عشان انا قاعده بعيد قوي عن الكاميرا بس عندي الرش بتاع سيت التويلتس ده برشه وبعد كده اروح حاطه فوقيه التيشوز دلوقتي انا المفروض المفروض ان انا جايبه باكتس كتيره كده اللي هي كفر بتاع التويلت سيتس لما ديسبوزبل كفرز بتاعت السيتس بتاعت التويلت بتحطيها بعد كده بترميها أأمن وأحسن أنا بحبش من التواليت بتاع البرو بس in case يعني ده يبقى موجود معايا مش عارفة ليه مش معايا في الشنطة هنا وبعدين أنا مش فاكرة أنا حطاه فين بس ده كويس جدا I don't know إيه اللي فتح هنا بس خلينا نشوف sanitizer أوكي sanitizers مش هتعمل حاجة قوي بصراحة يعني يفضل إن إحنا نغسل إيدينا بس حاجة يعني تبقى حاجة احتياط بس بغسل ايدين اضمن بلاستر اوكي او ماي جاد دي المفروض سويس بليد عارفينها سويس بليد طبعا
بيبقى فيها سكين بس بس عشان بتعرف الشمس كتير قوي على فترة عندي يعني دي بتاعت بابا يعني بابا كانت عنده قبل الجواز قبل ما يتجوز يعني هي قديمة قوي 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 فالكفر بتاعها واقع معرفش بابا لو عارف هيعمل ايه بس فيها مفك وفيها اللي هي الباتل اوبنر دي اللي هي زي بتفتح ازاز الشامبين وفيها اللي هي بتفتح ازاز البيبسي انا مش عايزه افتح فيها مقص فيها مقص كمان مش عايزه احاول افتح الباقي عشان الضوافر ما تتكسرش بحب قوي الضوافر الطويله بس انا هقصهم قريب عشان زهقت منهم فيها كمان حاجات تانية بس مش عايزه ايه اضيع وقتكم وانا عماله استكشف الموضوع ده بس بجد فيها حاجات كتير قوي فيها مبرد وفيها حاجه كده مفك المهم دي كويسه لك for emergency لو عايزه تغزي حد لا بهزر عشان لو مثلا عايزه تقطعي حاجه تفاحه مثلا دوش انا دي كويسه صغيره اوعك تاخدي موضوع تغزي حد ده بجد بليز لو سمحت اوكي عندي هنا بودره باخدها معايا عشان لو انا مش هاخد شاور في المكان ده ما بحبش اخد شاور في المكان اللي انا رايحه في البحر بحب اخد شاور في البيت يعني بس لو زي ما قلت لكم لو رايحه في حته افضل اني انا اكون جاهزه في كل حاجه وما اضيعش وقت ارجع البيت واغير وكده البودره دي كويسه جدا لو في تراب لزق على ايدك على رجلك ترشي شويه تخليه شويه وبعد كده تروحي مسحه بيضيع التراب تماما ف this is really good او لو حتى عايزه تدخلي العربيه وما تحطيش ما يكونش فيه تراب رجليك ده كويس جدا اوكي ميه وصابون اوكي وايت وايت الصوت ده اللي بموت فيه بحب قوي الصوت ده انا وريتك الشنطه دي لا ما وريتكمش دي الشنطه كمان اخت الشنطه تاني بس صغنطوطه بيجوا سقف مع بعض واحده صغيره واحده كبيره اللي هي دي احنا خلصنا الشنطه بتاعتنا اوريك بقى ايه جوه الشنطه دي فرشه فرشه خشب بحب قوي الفرشه الخشب بستعملهم دايما الفرشه الخشب is my number one فرشه مرايه صغيره ورفيعه جدا عشان تخش في اي حته اي شنطه واي مقاس يا رب تكونوا شايفين عشان انا بقول تاني ان انا فعلا بعيده عن الكاميرا وانا مش شايفه كويس اذا الحاجات واضحه بس ان شاء الله هتكون واضحه بحب احط ده معايا ليب تنت كده يا ده بحطه على شفايفي بحطه على خدودي على فكرة اللي يعرفني هيعرف ان انا الميك اب بتاعي هو روج ومن روج بروح اخد شوية كده واروح حاطة هنا واروح حاطة هنا شوية وينتهي الموضوع عندنا كده ده الميك اب بتاعي اللي هو بتاع افري داي بتاع كل يوم بس بعدين بحب احط بحب اخد معايا ليب بالم ده من كيلز ده حلو قوي الرقم بتاعه is very natural اسمه simply rose يا معرفش إذا هيبان معاكم، I hope إن هو هيبان بس معتقدش لأنه بعيد أوي. أوكي، في كمان، look at this. الشيء الصغير ده مبرد ملمع اللي هو للضوافر. كمان شفته عشان كان في مية لزق مع بعض. أوكي، there we go. أو بيبقى بالشكل ده كده. ده انا جبته يمكن بقاله عندي يمكن 8 10 سنين جبته من دايسو بس مش لاقيه منه دلوقتي حتى مش عارفه ايه اللي حصل له انا اتوسخ شويه بس يعني ده مبرد صغير قوي حلو بيدخل جوه الشنطه كده بس يعني ايه افضل المبرد ده احسن يعني قصدي يعني ارفع يخش في اي حته بس انا برضه بشيل ده معايا جوست ان كيس يوم 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 كوتن بودز بحب قوي الكوتن بادز اللي بيبقى فيها خشب بس مش عارفه اجيبهم منين لو تعرفوا منين اكتبوا لي تحت الكومنتس سو كوتن بادز اوكي ايه تاني زي ما قلت لكم تاني انه لو خارجين يفضل تاخدوا حاجتكم حاجات صغيره كده دول انا جبتهم من موموتسو محل جابانيز كانوا محطوطين في علبه في شنطه صغيره كده ده وده ومعاهم
العلبة الصغيرة دي. So هنا حاطة البودي كريم بتاعي. حاطة ماء ورد هنا عشان أرش كل شوية لما أحس بالحرارة. شامبو. كونديشنر. كان لازم نعمله كمان واحد. حاجة تانية بحب أشيلها معايا الألوفيرا جل. يا جماعة الألوفيرا جل is the most amazing gel ever. ده 99% الو. So الألوفيرا جل بحب أستخدمه بقى خلاص بعد ما أخلص. أحطه على وشي، أحطه على إيدي، على هنا، على دراعي. عايزة أقول لكم أصلاً ده دلوقتي السكين كير بتاعي، ده السكين روتين بتاعي حالياً. السكين كير بتاعنا كلنا بيتغير من فترة إلى التانية، أو ساعات تكوني عايزة تدي نفسك بريك بس عايزة تحطي حاجة برضو في نفس الوقت، فبتحطي حاجة خفيفة. ده لا أنا بستعمله دلوقتي. بخرج من الشاور؟ ده بتوضى؟ ده بغسل وشي؟ ده فبحط ده على طول. وبعدين بحط كريم نيفيا خفيف كده، نقط نقط خفيفة وخلاص، مش بحط أي حاجة تانية في وشي. مدي نفسي لايك نص بريك من أي منتج. فا يس ذس وان. اوكي الباوتش الكيوت دي صاحبتي عملتها لي من زمان جدا جدا جدا. بحافظ قوي على الحاجات اللي لما حد يديني حاجه، يعني عندي حتى محفظه صاحبتي ادتها لي وانا في جريد 2 في الصف الثاني في المدرسه لغايه دلوقتي معايا. So this one للفوط الصحيه هي عاملاها من تريكو. So yeah لغايه دلوقتي معايا. ايه كمان؟ برفيوم. بس هو ده بودي سبراي بس انا حاطاه هنا مش عارفه شايفينه. ازازه صغيره. ازايز دي انا جبتها من شين برضو. دي رولز، ازايز رول اللي هي بتعملي كده رولي. جبتها من شين اي ثينك خمس حبات بعشرة او حاجه، بس مش عارفه اذا لسه موجودين دلوقتي. بس يا برش وبعبيه السبراي بتاعي المفضل جوه. ده من السبراي ده من Bath & Body Works. ده اللي هي اسمها ايه المجموعة بتاعت لقد فقدت الكلام خلاص. Ayurvedic I think so أو healing aromatherapy. Yes aromatherapy. ده بس هي دي الكولكشن الوحيدة اللي بحبها من Bath & Body Works. Aromatherapy والكاندلز بتاعتهم بس. قصافة صغيرة. اوكي دي اوكي دي حلوة ان احنا ناخدها معانا عشان المية ساعات بتطر الضوافر فممكن يتكسر بسرعة. سو نكمل عليه ونقصه. بصوا يا جماعة بصوا يعني look how cute it is. Look how cute it is. انتوا شايفين ايه ده؟ حولني على طول، بتحول على طول، صوتي بيتحول، كله بيتحول. Okay, so this is the مفكات. Oh, you know what ممكن تستعملوها في ايه؟ Okay, نقول نظارتك المسمار بتاعها لخلخ مثلا، نظارة الشمس، so عندك المفك بتاعك. شفتي بقى؟ ليه عايزة برضو؟ احنا قربنا نخلص الشنطة بتاعتنا، مش مصدقة، أنا حسيت إن الشنطة بتاعتي فيها حاجات كتير قوي. قولوا لي أنتوا بتشيلوا حاجات كتير كده في الشنطة بتاعتكم؟ الأفضل للأخير. Okay, this is really beautiful. بليز اشتغل ما تكسفنيش. كان شغال يمكن خلص الباتري بتاعته أو المية بتاعته خلصت مش عارفة. يس المية بتاعته خلصت. طيب أوكي المفروض إن ده بيبقى مرطب، يعني بيبقى face mist بتحطوه على وشكم. انا هوريكم دلوقتي، مش عايزه انه يفوتني هذا الشيء عشان انتوا كمان تستفيدوا بجد، لانه حلو قوي بيساعد في الحر، بيساعد حتى بعد ما تاخدي الشاور تبقي ترشيه على وشك بيبقى حلو قوي. اوكي شكلها الميه خلصت. اوكي بيبقى كده شايفين بيطلع مست، اكيد انتوا شايفين دلوقتي اهو، وبتعملي كده على وشك فبيطلع بروده لطيفة. أنا بحط بقى ماء ورد جواه زائد الرشاش ده كمان بيبقى معايا، بس ده بيدي زي برودة. سو حلو قوي.
انا فعلا مش فاكره انا جبت ده منين، بس ده بقاله معايا كتير قوي 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 قوي، مش عارفه جبته منين. وكده ده مقاسه صغنطوط ولطيف يا جماعه. انا مش مصدقه الشنطه بتاعتي خلصت. شنطه بحر تور خلصت، شنطتي خلصت، ما فيهاش غير مفتاح البيت بس. ودي كانت شنطه البحر بتاعتي. عايزه اقول لكم ان انا مش بقول لكم يكون عندكم ايه في شنطه البحر بتاعتكم، انا بوريكم في ايه في شنطه البحر بتاعتي، بس اتنك ان الهمتكم شويه يكون عندكم حاجات كتير. بس ما افضلش ان انتوا تاخدوا حاجات كتير معاكم البحر الا لو كنتوا هتقعدوا فتره يعني حبه حلوين. بس اتمنى ان الفيديو ده يكون عجبكم، ولو عجبكم ما تنسوش تعملوا سبسكرايب لايك وشير، لان بجد 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 بتشجعكم انا هعرف اكمل. انا بتبسط قوي قوي اني بعمل الفيديوز دي، بحس ان انا كده عندي صحابي وبشارك معاهم الحاجات اللي معايا والحاجات اللي عندي، وانتوا كمان تقولوا لي ايه رايكم ولو عايزين حاجه وانا اعملها لكم. ف مش عارفه، حاسه ان انا عندي صحاب عايزه اشارك معاهم حاجات اللي انا بتبسطني وعايزاهم يتبسطوا معايا. فاتبسطوا معايا لو انتوا اتبسطتوا بالفيديو ده، ما تنسوش تعملوا لايك شير سبسكرايب وتنضموا الى عائلتي. سو اشوفكم بالفيديو اللي جاي. باي.